رح خليكم تشوفوا أصغر مياه بالعالم. أصغر مياه موجودة بالعالم. السلام عليكم، معكم سبايدر، رجعت لكم بمقطع جديد. اليوم وصلتني أغراض جديدة. اليوم يا جماعة وصلني أغراض من موقع فورديل، فرح نفتحهم مع بعض ونشوف شو بعتيلنا. وهذا أول مقطع بالقناة بستعرض فيها أغراض، فلازم تنزل تضغط لايك. إيه يعني أقل شيء 50,000 لايك. فقبل ما نفتحهم خليني لكم تجربتي وشو اللي صار معي. من أسبوع تقريبا فتت على موقع فورديل وطلبت بعض الأغراض، وبالفعل موقع رهيب، سهولة بالاستعمال، ما عذبني بالمرة. حطيت الأغراض اشتريتهم. اليوم بدق الباب بفتحه ولا جايبين لي الأغراض. ما شاء الله، لو عرفان من زمان كنت اشتريت منه. وكمان الموقع أو المتجر موجود له تطبيق على الموبايل بإمكانك إنك تستخدمه. كنت ورجيتكم التطبيق لكن موبايلي عم صور فيه فوق. خلينا نبدأ. أول شيء خلينا نبدأ بالطر الأكبر هذا. خلينا نخليها على جنب، ان شاء الله ما يكون في شيء بينكسر. خلينا نبدا من وين بنفتح. شوي شوي، لا تتحمس، شوي شوي لنشوف شو بعتينا. انا ما عم بعرف افتحهم. بسم الله. والله في كثير اشياء. شوفوا شو موجود. شوفوا شو موجود. اوكي. في عنا. شوف، شكرا لاختيارك لنا، رساله شكر بعتين لي اياها. اول شيء خلينا نستعرض المجسمات او الاشكال اللي انا طلبتها. طلبت لاما، ان شاء الله تكون طالعه على الكاميرا، وهي راح اطلعها هون. هاي اللاما راح اخليها وراي، لامة فورتنايت من زمان يعني كنت بدي اطلبها وكان بدي اياها. صراحه توقعتها اكبر من هيك بس حلوه. شوف شكلها جد حلو، لامة فورتنايت نظامي. الشيء الثاني اللي طلبته واللي هو الصباره، لهلا ما جربتها. بتصدقوا اتوقع ما حدا حكى عنها صح. خليني افتح هيك صباره. شوفوا اول مره بشوفها. هلا في زر مخفي واللي هو هون، بس نكبسه. طيب بدي احكي معها. كيف بحكي معها؟ الو، لازم يعني تتحركي وقت انا احكي. شكلها بس بتطلع اغاني. طب رددي صوتي. ما في، خلص ما بتردد صوتك. المشكله انه جايبها هديه لخطيبتي، طلع ما فيها صوت، فمو عارفان شو اسوي. ما بعرف. وشوفوا كمان شو وصلني. هذا الشيء هو عباره عن لعبه بتلاقيها بالمول، لكن هالمره طلبناها على شكل صغير، يعني اصغر اله العاب موجوده بالعالم. فمكتوب انه فيها 156 لعبه. تخيلوا بهذا الشيء اللي موجود هون. انا نفتحها هون. شوف مصغرها. شوف مصغرها، والله نفسها. شوفوا يا جماعه. واو، شوف هي نفسها هون هيك اللي بنلعب. هيك بتلعب تضرب. انا نشغلها. اوكي اشتغلت، والله اشتغلت. شوفوا اللعبه اللي موجوده. طيب شلون بدي اضرب؟ ضربته، يخرب بيته شالني. هاي الالعاب اللي موجوده. اوه ماي جاد، شوفوا اللعبه اللي كنت لعبانها من 10 سنوات ممكن. هاي اللعبه شوفوها، فيك تلعبها هيك بس تتكسر. ماني شايف بس طالون. حلوه بتسلي. هاي الالعاب انقرضت، ما عاد حدا لعبها. الالعاب القديمه اللي كانت بس عجبتني. وشوفوا كمان شو اللي وصلني. ليتس جو. شوف الصباره نفسها، الصباره لكن على شكل لعبه الحبار. تصميمها حلو جد، شوفوا تصميمها محلاه، يعني مثل الصباره بس يا رب انها تكون بتحكي. انا نبعتها للخطيبه، يا رب تكون بتحكي. بسم الله. بسم الله. بتحكي. والله حلوه. هي اشتغلت، هي اشتغلت. هي مو مثل الصباره اللي موجوده هون. انا بس اشغل هاي. والله هاي بتضل حتى بتسجل اطول. طيب خلينا نشوف. وات. اوه ماي جاد، والله ما توقعت انه موجود فيها هيك. والله عجبتني. هاي احلى بكثير من الصباره العاديه. الصباره العاديه بحسها صارت قديمه، بالعكس هاي حتى مع اغنيه مسلسل الحبار والبنت اللي بتعرف تقول. فخلص هيك صار فينا نبعت هديه، والحمد لله انه اشتغلت. فهي بنخليها هون وهي منزتها. وهلا صار وقت الماوس باد. رحت لي عندك ماوس باد، لكن صراحه هاي الماوس باد اللي عندي صغيره بالحجم، مع ما اخذ راحتي. الاضافه انارتها صارت ضعيفه، لكن هي اناره على الجوانب اكبر، وفيك تشحن جوالك، فيك تحط جوالك وتشحنه انت وعم تلعب، شحن لاسلكي. فرح نفتحها ونجربها ونلعب فيها، نجرب اللعب فيها. فخلينا نفتح، ان شاء الله تكون ناعمه مثل هي. اوكي حلو، هون اتوقع بحط الجوال. لا حلوه، لهي افضل، اللي جبتها افضل. شوفوا الفرق. خليني اركبها وبرجع لكم. ركبتها، صراحه الحجم شكله ما فرق، نفس الحجم، مع اني اتوقع طلبت حجم اكبر. جودتها حلوه. الشيء الحلو فيها انه انت وعم تلعب بتحط جوالك هون وبيشحن. هذا الشيء اللي شجعني اني اشتريها. وفيك تغير الالوان اللي موجوده. شوفوا هلا هي غيرت الالوان او نمط الالوان، فرح اجربها انا وعم العب فورتنايت. شوف الماوس، والله رهيبه حلوه. شوف سلس كثير. القم
القم. اوكي يا اخي رهيب والله. حلوه حلوه لا سلسة. ماني حاسس انه بصعوبة او شيء. بالفعل عجبتني هاي الماوس باد وافضل من اللي كانت موجودة عندي. جد فرقت كثير معي. بس خليني اشرب. الحمد لله. هون في عنا ظرف فيه كم شيء. بسم الله خلينا نسحب شيء. هذا شو؟ اوه مثل ما ورجيتكم اصغر لعبة بالعالم. رح خليكم تشوفوا اصغر مياه بالعالم. اصغر مياه موجودة بالعالم. لاية واحدة لاية. شوفوا ما اصغرها. شوف اصغر من قد الاصبع. حبيت اني اطلبها. ما بعرف هيك شكلها حلو. لو عارفان ما شربت. شفتوا كيف شربت؟ فتحت ولا طلع لي مياه. لا والله قطعة شان فورا نجوني. والله حلو منظرهم. وين بدي احطهم ما بعرف. انا نشوف. كيف باينين؟ والله مو باينين ولا كأنه موجودين. باينين نقط. خلينا نكمل. بسم الله. هذا شو؟ عرفت هذا ضوء. صح صح صح. هذا ليد. خلينا نفتحه. هذا ليد يا جماعة. فيكم توصلوه بالشاشة بالبي سي بالكيبورد وين ما كان فيك توصله. فرح يطلع أضواء. أنا رح أحطه بالشاشة ورا. رح أجرب. بالفعل صار هيك أفضل. صار في ضوء ورا الشاشة. أنا جبت منها واحدة قلت بدي أجربها. وما في داعي إنك تلصق شيء أو كابل أو إنك توصل. خلص بس أوصلها ورح أطلع الضوء اللي شايفينه. طبعا بس طفي الأضواء رح يكون أفضل. رح طفي الأضواء ثواني. هاي بس طفيت الأضواء. شوفوا جد حلوة يعني فادتني. أوكي وخلينا نشوف الشيء الأخير. صح هاي طلبتها. هاي وقت إني ألعب على الجوال فبلبسها مثل الكف يعني مشان تلمس بسهولة. والله حلوة. شوف تصميمها. وين بدي أسوي؟ بهاي الكاميرا ولا بهاي الكاميرا؟ شوفوا جد تصميمها حلو. أوكي حطيتهم. شوفوا هاي شكلهم. فرح نجربهم. هاي دخلت فورتنايت. صراحة عم جربهم بالفعل. بيفرقوا كثير عن اللمس العادي غير وقت اني المس فيهم. شوف الحركه. حتى رح نجرب شوف البيكاك شو مسرعه ما شاء الله. شوف من اليوم رح صير استخدمهم. كمان طلبت شيء رح يفيد لاعبين ببجي موبايل او فورتنايت على الهواتف. هذا هو على شكل دروب ببجي موبايل. بالفعل تصميمه حلو. خلينا نفتحه مع بعض. فهذا الشيء الرهيب رح يساعدك انك تلعب ببجي موبايل او فورتنايت بكل سهوله. ومو بس هيك في معه مروحه مشان انت عم تلعب جهازك يضل بارد وما يسخن. اوكي نحطه هون. هدول اشياء رح يساعدونا باللمس اللي هن هون. يعني رح حط مثلا انه هذا يضرب هذه ايام. والتحكم رح يصير اسهل وكانك ماسك قبضه يعني بي اس 4. اليوم انا مظبط لاعبين الجوال. وهلا في عنا نظارات الواقع الافتراضي. هي مو الاصليه اللي بيجي معها قبضات وبتقعد تستخدم وتلعب. هي بس انك ممكن تشوف فيها افلام او انك في بعض الالعاب فيك تلعبها عليها. فرح نجربها ونشوفها. الجوده تبعها حلوه. جوالي عم صور فيه وجوال العاب اكبر منها. فما راح اقدر اني احطها وجربها. بتجيبها بتحط جوالك هون اتوقع كلكم تعرفوا. بتجي وبتستخدمها هيك. وهلا صار وقت الطرد الصغير اللي كان موجود. على فكره هدول انا ما شلحتهم. حبيتهم. شيء رهيب. يحول جوالك الى بي سي. هلا راح تشوف. خلينا نفتحه مع بعض. حلو. شوف التغليف. والله التغليف حلو. رهيب عجبني. خلينا نفتحها مع بعض ونشوف. حلو. والله من زمان من زمان شفتها. بشوف صور عنها بشوف اعلانات. بس ولا مرة جربتها. هون بحط الهاتف. وصلتها بالكيبورد. أنا الكيبورد عندي فيه مأخذ USB فوصلتها فيه. بعدها بتحط جوالك هون. فبس تجيب هاي القطعة رح تحتاج لماوس وكيبورد أنك تستخدمهم. فأنا جبت ماوس وكيبورد خصوصي لهاي القطعة. رح تشوفوهم. هاي آخر قطعة معنا بهذا المقطع واللي هو تقريبا ربع كيبورد وماوس. فيك توصلهم وتلعب على الجوال. يصير جوالك بي سي. فبيجي بوصل الماوس هون. شوف اشتغلت الماوس. اشتغلت. شوفوا الكيبورد. شوف مصغرة. خليني اوصله هيك. شوفوا هاي وصلت كيبورد وماوس على الجوال. لكن ما اعرف كيف رح استخدمهم. فاذا حابب انك تشوف كيف رح استخدمهم على الجوال رح نزل بالانستغرام رابط حساب الانستغرام بالوصف. نزلكم ستوريات كيف قاعد عم جربهم. فرح احط لكم بالوصف رابط موقع فورديل بالاضافه لرابط تحميل متجر فورديل على الهواتف. وهلا رح تبدا البلاك فرايداي. فرح يكون في عروض كثير بالاضافه بامكانك انك تربح ايفون 13. والشيء الحلو بموقع فورديل انه بيوصل للشرق الاوسط تقريبا لاغلب الدول العربيه. وفي عندهم كثير مزايا فيك تستفاد منها واللي في منها تامين على الاغراض خلال فتره 15 يوم. يعني بهاي الفتره انت بتقدر انك ترجع اغراضك وتحصل على فلوسك بكل سهوله. واذا ما بدك تدفع اونلاين فيك تدفع عند التوصيل. والدعم موجود 24 ساعه. واهم شيء اذا بدكم تشتروا من متجر فورديل لا تنسوا انكم تستخدموا كود الخصم واللي هو سبايدر. استخدموا هذا الكود راح يخصم لكم 15% على اي شيء بتشتريه من هذا الموقع. فالهوم بنكون وصلنا نهايه حلقتنا. شكرا لكم المتابعه لحد الان. كان معكم سبايدر من قناه سبايدر جيمر. في ساوت